بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة أحفاد العمرين، سرية حفظ النظام، بالتعاون مع مجموعة عصام الشاغوري، تقوم بإلقاء القبض على عصابة مسلحة كانت تقوم بسرقة المنازل في حي السيدي مقدار. وقد تم ضبط المسروقات ووضعها في أمانات سرية لحين عودة أصحاب المنازل لاستلامها. السلاح المصادر من العصابة. حتى ألعاب الأطفال لم تسلم من أيدي ضعاف النفوس. الله أكبر ولله الحمد.